ده هو دكتور ده. محمد هو ده طبعه. اه وهتلاقوا له بعد 4 سنين هو ده طبعه، وبعد 10 دكتور ده محمد طول عمره مهموم بال ما بيضحكش ما بيضحكش لا لا مهموم يعني من كتر الهم يعني الهم. الهم. يفكر دايما يا عيني يفكر، يقول لك حتى كان يسالني يا ابن الناس في البلد فلان عايش ازاي؟ ايوه فلان ده عنده كام قرود؟ فلان ده عياله عاملين ايه؟ دايما يسال كده. طب الفلاحين بيجي لهم ميه في الترع ولا لا؟ طب انتوا بيجي لكم الكيماوي والسماد بيجي لكم ازاي؟ بتاخدوه بكام؟ طب هو اصله كام؟ دايما مهموم بالامور دي. عايز الناس، طب انتوا ليه ما بتزرعوش في الارض؟ تاخد حته على جنب كده خضروات من الارض وتزرعها خضره تاكل انت وعيالك، ويمكن يفيض منك تبيع. يعني حتى قول للناس، الناس كانت اتعودت ان في ناس بتسافر وبتاع، فكانت الارض بتزرع كلها محاصيل، فكان هو دايما يسال على هيفضل عجل. دكتور محمد مرسي ياكل من اكل الشرقيه ومن اكل الـ 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 الارض؟ لا هيجي له اكل من فرنسا بالطياره. يا استاذ سيد قبل يا فندم على طول قال على فكره استاذ دكتور مرسي الدكتور محمد مش شارب من ميه النيل دي، من ميه الترع اللي ياخد اكله ولحمته وكل حاجه من الشرقيه، من الشرقيه آه. من البلد مش من الشرقيه، كمان البلد من البيت. ويحب حاجه الارض ويسال عليها وعارفها على فكره، يعني يعرف الزراعه كويس. ما انتش يعني انا عايز اوصل المعلومه لكل الناس، الدكتور محمد ماهوش من الطبقه، انت لو عصرته كده هتلاقيه فلاح، لو لفيت الناحيه الثانيه كده هتلاقيه عالم في الدكتوراه اللي هو خدها في الهندسه، في المركبات الفضاء، في المحركات هتلاقيه ان شاء الله. لو مشيت معانا الناحيه الثانيه في السياسه هتلاقيه برضه هيصبر عليك وهيتكلم معاك بالراحه. ما هو الدكتور محمد يغضب لما يكون في حاجه بتتهد. الدكتور محمد لما كان في المجلس حضرتك شفت انت الاستجواب بتاع قطار الصعيد لما اتضحك على المصريين بالبيان، وطلع السيد رئيس الوزراء حين ذلك وقال ان راجل فلاح راجل صعيدي مولع بابور كروسين بابور جاز، ولع في واحد ولع في 7 عربيات في وقت واحد، حرق 400 ده 4000 في وقت واحد، ده انا اقبله، انا راجل مش عالم، لكن ما يقبلوش الدكتور محمد خلاص. فهو ده الموقف اللي يغضب، اللي يخليه يغضب كده، اللي يخليه يزعل كده، ان الشعب اكرمته او الشعب هيتهان او الشعب مستقبله هيضيع. اللي يخليه يغضب كمان عماره مدينه نصر في الاستجواب اللي قدمه لمحمد ابراهيم سليمان، فاكرينه ولا لحاله عندكم مسجلين؟ هو ده. لكن الدكتور محمد هيغضب يعني لحاجه لنفسه؟ حد هيغلط فيه في شخصه وهيغضب؟ ابدا، عمره ابدا. وكان هو يحب وبسيط جدا الراجل. نتمنى الخير وربنا يوفق ان شاء الله. يعني دعوات كل المصريين بالتاكيد كلنا شايلين المسؤوليه، مش فقط الرئيس لكن كل مواطن مصري في مكانه عليه دور لازم يؤديه علشان باذن الله يا رب المستقبل يكون للافضل. كل الخير ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا، وترجع بالسلامه ان شاء الله. شكرا يا استاذ سيد، شكرا يا استاذ محمد، شكرا.